سجل 91 هدفا، رقم إعجازي، رقم عظيم، 91 هدف في موسم واحد. سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. وقبل كل شيء لا ننسى لا ننسى لا ننسى الهدف، الهدف للقناة 100,000 مشترك، وربطناها بحالات كرة القدم. دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير، وبسم الله نبدأ. الرقم القياسي 6 يسجل للبولندي والأسطورة روبرت ليفاندوسكي. سجل 5 أهداف في كم؟ في 9 دقائق فقط، رقم عظيم، أي بمعدل هدف كل دقيقة ونصف. الرقم القياسي 7 للأسطورة الراحل، أيقونة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا. حقق رقما قياسيا في نسخة واحدة من كأس العالم على أنه أكثر لاعب ارتكبت أخطاء ضده. كانت مجموع هذه الأخطاء 157 خطأ، كانت هذه الأرقام في نسخة كأس العالم عام 1986 ميلادي. نأتي الآن للرقم القياسي 8 لأسطورة كرة القدم الفينومينا الظاهرة رونالدو، أكثر لاعب راوغ الحراس في التاريخ برقم إعجازي، وهو 88 مرة راوغ فيها الحراس، رقم إعجازي. I think Ghana will try and harry Brazil out of their stride. They've played a very high line here. They're onside. Ronaldo, is this the record? It sure is. No one now has scored more goals. الرقم القياسي 9، نرجع مرة أخرى للأسطورة والأيقونة ليونيل ميسي، المصنف لدى الكثيرين أيضا على أنه أفضل لاعب في التاريخ. سجل هذا اللاعب على أنه أكثر لاعب ساهم في تاريخ كأس العالم بالأهداف، فكانت عدد المساهمات 20 مساهمة تهديفية. El Pipa está gritado. El Pipa, la pulga, pegale, 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 cantalo, 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 cantalo. Messi now. Everyone on the edge of their seats. Messi going for goal. Опасный момент. Ди Мария входит в штрафную. Нигерийцы провалились в обороне. И Ньяма выручает свою команду. Но буквально спустя секунду Аргентина все же выходит с мяча. 2 минуты добавил судья. Лео Месси.
To Banega, brilliant ball from Banega. Is this the opener? Yes, it is. That's what they came to see. And he's. It's 1-0. Lionel Messi. Messi's hit. Oh! That's what they came for. McAllister, Messi! He doesn't miss. Well, a heartbeat. And Messi! Retira, Lautaro! والهدف الثالث! الهدف! Finish for a boy who's had such a bad day. That is a sensational finish because he could really have panicked, and he just placed the ball past the goalkeeper. That's a cool finish, that, considering the circumstances. For him, Messi. Messi's got it in. Deflected in. Mercado claims the touch. A golden one for Argentina. About to lose the beaten finalists. Messi in. There's a chance. Oh, maybe there's a bit of life left yet. Because Sergio Aguero only needs one. Wriggling away from Ake and fiddling through a beautiful pass. It's a wonderful Argentina goal. Molina pounced. Messi cut them in half. Brazil and Argentina. And they're facing Messi here. Messi held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. Julian Alvarez. الرقم القياسي العاشر ايضا يتكرر للمره الثالثه ايقونه كره القدم والاسطوره كريستيانو رونالدو صاروخ ماديرا. سجل رقما قياسيا على انه اكثر لاعب سجل في نسخ مختلفه من كاس العالم، فسجل في 5 نسخ مختلفه من كاس العالم كانت في اعوام 2006 2010 2014 و2018 واخر نسخة كأس عالم 2022. تمشي الكرة، كريستيانو رونالدو يتقدم ويلعبها على اليمين، يغير الزاوية، تمشي كرة خطيرة، رونالدو 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 رونالدو، ما اسعد اليوم يا كيروش. الكرة العالية وداوود رجع هدية رونالدو، يا ولد يا ولد يا ولد رونالدو. 4 نهائيات يصعد جول رونالدو. من قدم للأنف للرأس للأذن للصدر للبطن للظهر للرجل، كل الجسد تاع رونالدو يركز. رونالدو با 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 با. يا رونالدو لو جيت منك أنا اليوم نتوقف عن ممارسة اللعبة، أو بالأحرى تتوقف بعد ما تفوز بكأس العالم لأنك تستحقها. خلوني نقول باختصار الكرة هي رونالدو. الآن هل هي وقت النقطة؟ نقطة ولا ثلاثة بالرأس ولا دبل أول. 1-0 البرتغال. Il y a la vidéo hein, donc interplanétaire Cristiano Ronaldo, c'est parti. وصلت هنا إلى النهاية. هذه بعض الأرقام القياسية التي استوقفت عندها أثناء قراءتي في ريمونتادا ثقافية. هناك أيضا أرقام أخرى قياسية وإعجازية سوف نتحدث عنها إن شاء الله وربما في حلقات قادمة، ولكن الأهم سوف أقرأ الآن في ريمونتادا ثقافية في مواضيع أخرى. انتظروني إن شاء الله في الحلقات القادمة. أشوفكم إن شاء الله وسلام عليكم.